بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورنا الكريم، مشاهدي متابعي قناة السفاح الرياضي، يحييكم في كرنفال استذكاري للمرحومين أساطير كرة القدم، الكابتن أحمد راضي والكابتن علي هادي الذي نظمه الكابتن حمودي جوية. هنا المقام في قضاء المدان، تحديدا في حي التاميم في ملعب أبو ثيلة الرياضي. معي منظم الكرنفال الكابتن حمودي جوية. كابتن، أكيد الكلام كبير عن أحمد راضي، ولا نستطيع بهذا اللقاء المبسط أن نوفي ولو بشيء بسيط، لكن كلمة مختصرة عن المرحومين. أكيد كابتن، أول شيء نشكر حضرتك ونشكر فريق السلام. والله يا كابتن، هو أحمد راضي ولا الكابتن أحمد هادي خسارة عن يعني عن المنتخب وعن الشعب العراقي كله وعن الأمة العربية كلها، لأن يعني لاعب معروف عن دول عالمية، مو على سوى الدول يعني العرب ولا الخلايج ولا هاي. أي فإلى جنات الخلود إن شاء الله. يعني قصد كلامك الخسارة كبيرة لكن الموت حق. أكيد كابتن، أكيد طبعا خسارته يعني كبيرة، يعني رمز، هو من رموز العراق، يعني شلون ما يقول هرم من هرمات العراق. أحسن. هو ولا الكابتن علي هادي؟ كابتن صح لسانك. إذن الإصرار الشديد لكابتن حمود الجوية وبعض الأخوة اللي قائمين على هذا الكرنفال، ويعني رغم وجود وباء كورونا لكن اليوم نشوفكم مصرين على إقامة هذا الكرنفال. اي أيوة والله كابتن، اكيد هو يعني اكثر اللاعب ما جاي تلعب، يعني صارنا تقريبا فوق الاسبوعين ثلاثه احنا ما جاي نلعب، بس تمرين وتمرين، يعني مو فريق كله، يوم خمس لاعب يجون هاي، بس احنا صرينا على يعني نقيم هذا الكرنفال. احسنت كابتن. ايضا نشوف الفريق يعني الحزن مخيم على وجوههم. حارسنا، كلمه الكابتن احمد راضي على هادي. الله يرحمه، احد اساطير العراق. احسنت كابتننا الغالي. والله كابتن خساره كبيره للمنتخب، وانه يعني اكيد صح لسانك. ابو سمره حبيبي كابتن، والله هو رمز وخسرناه بعد، الله يرحمه حبيبي. الله يرحمهم كابتن، ان شاء الله خساره كبيره لكره القدم العراقيه. نعم، بما انه انت مهاجم واكيد احمد راضي كان اسطوره كبيره. كلمه بسيطه، وصف خساره كبيره. والله فقط خساره كبيره. نعم كابتن حسن الشمري. حبيبي كابتن، والله هو احمد راضي رمز من رموز العراق، وخساره خساره كبيره يعني الوطن العربي، مو بس العراق. احسنت صح لسانك حبيبي الغالي. خسارة كبيرة. نعم جمهور الرياضة الكريم، الآن معي الكابتن قاسم الشهيلي، كابتن شباب السلام. طبعا أكيد قمة كروية اليوم كرنفال للكابتن أحمد راضي وعلي هادي في ملعب أبو ثيلة. استعداداتكم وكلمة لهذا الكرنفال الكبير لأساطير كرة القدم الكابتن أحمد راضي وعلي هادي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر حضورك كابتن هاد على هذه الدعوة. أقمنا هذا الكرنفال على روح أحمد راضي، هو كان نجم من نجوم الكرة العراقية، وسيبقى في ذاكرتنا إلى يعني نذكر دائما هذا المهرجان إن شاء الله. والله تجهيزاتنا جاهزين إن شاء الله للقاء الجوية، إن شاء الله هم أخوتنا وإن شاء الله فريق واحد، إحنا نمثل التيمين باثنيننا وماكو خسران إن شاء الله، أهم شيء الفكرة. نعم كابتن، يعني رأيك بالكابتن حمود الجوية لإقامة هذا الكرنفال، يعني رغم وباء كورونا أجواء ملتهبة حقيقة يعني؟ والله صراحة هي الأوضاع مو هي، بس يسوى الكرة، نريد الكرة تستمر، الرياضة تستمر بالتيميم، وإن شاء الله راح نظل نواصل بهذا العمل. أشكرك كابتن، إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. كابتن هذا حبيبي. نعم جمهور الرياضة الكريم، ابقوا معنا ومتابعة المباراة. Yeah.